حياكم الله مشاهدينا متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن. أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. اليوم حلقتنا خاصة حول تكريم الأوفاه في عموم العراق وتحديدا بمحافظة البصرة. للأسف الشديد تعرض حسين الشحماني لعملية اعتقال بعد ما شارك تظاهرات عمال بلدية بمحافظة البصرة. اليوم سلطة تكميم الأفواه هي ليست بالبصرة لكن بعموم العراق. اليوم لكن اليوم بالبصرة يمكن تحتل الصدارة اليوم وخبر الساعة. احنا نتأمل يعني اليوم تبتعد هاي السلطة سلطة تكميم الأفواه عن محافظة البصرة، لأن احنا نتأمل يعني تكون حرية التعبير هي السائدة وحرية الرأي بعد ما استبشرنا خير بعد عام 2003. لكن اللي نلاحظه اليوم هو العكس صحيح. اليوم عمليات اعتقال عشوائية، بالإضافة إلى ذلك عمليات التهديد والقتل تعود إلى الساحة مجددا. فهل هي يعني اليوم مسلسل ممكن أن نشهدها خلال الأيام المقبلة، أم هناك يعني نهاية لهذا الموضوع؟ خليكم ويانا مشاهدينا لتعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيفي اللي موجود ويانا اليوم خلال عبر السكايب، الأستاذ علي العبادي مدير مركز العراق لحقوق الإنسان. حياك الله أستاذ علي. حياكم الله، أهلا وسهلا. بداية أستاذ علي، شو نشوف اليوم عملية اعتقال حسين الشحماني؟ نعم، تحية طيبة لقناتكم وإلى مشاهديكم الكرام. طبعا سلسلة الاعتقالات في محافظة البصرة تزداد يوما بعد يوم، ونعتقد نحن يعني من خلال مراقبتنا للموضوع ان هذه الاعتقالات هي سياسيه بامتياز. وسلسله الاعتقالات يعني كانت قبلها سلسله اغتيالات، حيث نرى ان هذا الموضوع هو ممنهج في محافظه البصره بشكل خاص والعراق بشكل عام. اعتقال المواطن سيد الشحماني وكذلك الاستاذ الجامعي احمد يحيى، هو نحن نقوم برصد سلسلة اعتقالات متوزعة في محافظة البصرة، حيث تلقينا اتصالات ليلة أمس أن هناك اعتقال بحق إعلامي ومصوره قناة التي آي في البصرة، في شمال البصرة، في الزبير في شمال البصرة، 5 دعاوى قضايا ضد ناشطين. في الزبير شمال البصرة أيضا هناك معتقل تم إفراج عنه. في مركز المدينة أيضا يعني حسين الشحماني والأستاذ الجامعي أحمد يحيى. إذن هناك سلطة محلية تحاول تكميم الأفواه من خلال الضغط، من خلال فقرة القذف والتشهير 433 أعتقد في القانون العراقي، تستخدم نفوذها من خلال الأجهزة التنفيذية وتكييف المادة مع بعض التصريحات للمواطنين. هذا هو يعتبر استهداف واضح للحرية بكلمة الحق. بالتالي من خلالكم يعني هنا اطالب بعثه الامم المتحده ويعني منظمه العفو الدوليه ومجلس القضاء المتحدة الدكتور فاخ زيدان التدخل الفوري بما يجري في البصره. طالبناه لاكثر من مره وناشدناه اكثر من مره ونناشده، وسوف نستمر نتكلم بالموضوع انه يجب ايقاف ما يجري في البصره. هذا التصعيد هو ممنهج وخطير، يعني ما لم تكن هناك مشاكل بالتاكيد لن يتكلم المواطن، ما لم يكون هناك اخطاء بالتاكيد المواطن لا يتكلم. بالتالي عمليه يعني اعتقال حسين الشحماني انا كنت متواجدا بالمباشر منذ الساعه 2 ليلا الى الساعه 8:30 صباحا، حيث قامت يعني وساطه من قبل قياده عمليات البصره باخذه ويعني دخوله في قياده العمليات ثم تحويله الى الوطني. بالتالي يجب ان يكون هناك حلحله للمواضيع، ويجب ان يكون مجلس النواب في بغداد و السلطة الاتحادية تدخل بشكل فوري لما يجي في البصرة. نعم، برأيك اليوم طريقة الاعتقال هل هي صحيحة؟ كان يفترض انه يوجه استخدام للناشط حسين او الدكتور او اي شخص، استخدام يساءل من خلال يعني استدعائه، لكن عملية الاعتقال هو يعتبر هو تأزيم للوضع. نحن نعتقد ان السلطة المحلية في البصرة لديها قطاع خاص، بعض الأجهزة تحاول الضغط على كل من يتكلم الحقيقة. رسالتي من خلال قناتكم نحن لا يوجد استهداف لرئيس الحكومة المحلية بقدر ما هو تشخيص للمشاكل. المواطن لا يمكن تقييده ببعض الكلمات، له حرية التعبير، والكل يعلم اننا اعترضنا على قانون الجريمة المعلوماتية
في زمن القناصين عادل عبد المهدي تكلمنا لانه حاول تقييد الحريه. بالتالي المواطن عندما يتكلم وفق الادبيات ووفق التعبير عن الحريه هو جائز له قانونا محليا ودوليا، ولكن هناك يعني اختناس لبعض الكلمات من قبل المسؤولين الفاشلين يحاولون من خلاله تقييد الحريه وتكميم الافواه، بالتالي كل هذه العمليه هي مرفوضه جمله وتفصيلا لانها يعتبر استهداف سياسي بحق النشطاء. نعم استاذ علي ابقى ويانا، انتقل الى ام حسين والده حسين الشحماني، حياك الله ام حسين. عيوني هلا بكم، شلونكم؟ الله يخليك خاله، نريد نعرف بدايه شلون صارت عمليه الاعتقال لحسين. بعد شلون حاصروه من الساعه بالثنتين لمن للتسعه الصبح. نعم. اي هو خابر لي بالسته، قال لي يمه انا بعد البيت تحاصرت بالبيت. تعال صوبني. انا بعد هم بقوة قلبه خليته وجيت للبيت، جبت بنته وجيت. جيت لقيتهم مطفين عليهم الكهرباء وقايمين على الكاميرات مكسرينهن وربدون بالباب. ولقيتهم يروحون عرق ميتين مختنقين ومسدود الباب كونكريت، هو دنيا حارة ولا مترايقين ولا متعشين بالضيمين حالهم. وهذول يرعبون بهم يكسرون بالبيبان. جا قلت لها هسه هذا لو واحد داعشي ما سويتوا به هيك، علاش يما هيك؟ جا هذا فوق ما يداعي للعراق، لخدمات العراق، للفقراء، للمساكين، للناس اللي محتاجه، يجمع المال ويروح يودي لهم ويقول هاي مثل هاي بالعراق مثل هاي وصاخ، هذا مثل هاي جسر مكسور، هاي مثل ماي البور مكسور. نعم. هاي ايش بيها؟ زين ما يعني هاي الانسان ما عنده حق التعبير؟ زين خاله حسين، احنا شاهدنا بث مباشر لحسين، يعني كان طالع ببث مباشر ونشر انه قوات امنيه كانت منتشره بالباب. اي منتشره انه هو انا ما سلمت الا قلت له تجي بعد ذيك القياده القائد مع الشرطه ونسلمه، مو ما انا ما عرفت اجيها. قلت انا اعطوني هوياتكم هاي، خاف كل شيء يصير مثلا انا خاف ياخذونها كتلونه فرشي. احنا شكينا بالموضوع، لا تستغربين من العراق اكو كل شيء بيه داخل العراق بعصابات. يعني القوات الجاية كانت لابسة مدني لو عسكري؟ مدني، وانا شكيت بالموضوع، قلت حتى انا حتى لو لابسين عسكري ما اعطيكم الا نعرفهم. زين. ايه سلمنا، قال ابني قال لهم انا لا اعرفهم اروح وياهم، ما اعرفهم ما اروح وياهم، حق لو باطل. زين، شو تعرفتوا عليهم؟ نعرفهم احنا، هاي القيادة نعرفها الامنيات. فابني راح سلم روحه وراح، يعرفهم حسين يعرفهم يعرفونه. زين. قال لهم تعالوا خذوني انا ما اروح ويا غيركم. طيب عاد شو اسوي؟ يعني هاي اجزاتها وانا متقدمه للعراق، اولاد اثنينهم. الله يعينك. قلت له انا ام الشهيدين ما تحترمني، قلت لك لا ترفس الباب. وانا بس تراجع عندي سكه تعبانه، ليش انت هيك؟ يعني انا متعجبه على هيك ناس ما ادري والله. يعني من هو اللي رفس الباب خاله ام حسين؟ هم الولد اللي طلعوا هذول يقولون احنا جرائم. زين. كان جرائم هيك تسوي؟ يعني شو مسوي؟ هو قاتل مفجر، شو مسوي؟ رجال فقير يروح يطلع بالشارع. ناشط يطلع بالشارع يشوف يعني شيء مو زين يحكي. هذا هو بعد شو اسوي له؟ وطنيته هاي. زين بعد عملية الاعتقال تواصلتوا وياه؟ ما شو تواصلتوا وياه؟ وين الوحدة؟ لا خلونا نشوفه، لا خلونا نودي له اكل، لا خلوك الزورة، شنو اللي مسوي؟ كاتل دام يا اما، وهاي هاي الدنيا؟ يعني هذا العراق العظيم انا متعجبة على هيك ناس. زين خاله ام حسين اليوم لمن تناجدين؟ أنا ناشد الدنيا كلها طيبة بالعراق، يعني المسؤولين بالعراق، القوداء، الأمنيات، البرلمان اللي هو زين للعراق يخدم العراق، الصادقين يعني هم صادقين للعراق. أنا أحبهم هذول وأناشدهم، ما ناشد الفاسد الموت الواد من الجوع. مخلي الناس حصر عليها الربع دينار، الشاب يطلع قل له اشتغلت بالمخدرات، وكل اشتغل بالمخدرات منين؟ انقتل
الأميات انقتلت، واجهتهم منين؟ أنت سبب، أنت سبب هذا الموضوع، لأن الناس ما عدها وتتجه حتى تكذها الإرهاب وتاخذ. أنت غير أنا مسؤولة عن عائلتي، كل راعي مسؤول عن رعيته، أنتم مسؤولين عن هاي الشغلة. يعني هاي الناس نايمة بالشارع، لا بيوت لا راتب لا كل شيء، ما بس هما نسوان، شلون المرأة تندب بالشارع؟ نسوان مذبوبة بالشارع وأطفالهن وحتى أمهات الشهداء. أنا ما أحكي بس لنفسي، أحكي للعراق المظلوم، مظلومية العراق كبتنا ناس لا فرق من داعش، صح لو لا؟ هو داعش يقفل البيبان على الوادم ويجوحها ويقتلها، وارهاب قتل 100%. وهذا نفس الحالة. اولا الانسان انا جيت خلوني على المرتبه اللي الله رتبني بها بالعراق او اي دوله، فانا اتباع للشعب، الشعب اللي حطنا على هذا الكرسي، انا الشعب خدمه، صح لا؟ لا تكذب عليه، انت قد ما تاخذ فلوس، ايش قد ما تاخذ كل شيء تريده، اموال، قصور، بعد كل هاي نفس القبر. انت باوع القبرك، باوع انا ليش احكي بالاسلاميه؟ فهذا اذكرك بيوم الله اللي يلاقيك به، كل هناك تتحاسب، لا دكتور ولا قاضي ولا كل شيء. فانت تبي للشعب المظلوم نسوان، قبل مظلومين هو هسه ظلمتوهم اكثر ما من ظليمين. فاحنا هاي غيرتنا ما تقبل، لازم نحكي، لو تطير رقابنا هذا حكينا. نعم. لازم احنا نجاوب، نقول اللي يجاوبنا ويساعدنا من العراق ها هو هذا البطل الزين، ويقول انا من نبهتوني على هاي الجهه انا اخدمها وخدمتكم، مو يحتقلني. كظ الشاب يحتقله، المره تحكي تحتقل. اي واحد يعبر عن رايه، ماكو ديمقراطيه، ليش؟ خلي الناس تحكي وتقول هذا شيء، هذا مو زين، هذا مو زين. شاخوا اتنبهكم العالم، الناس تنبهكم الى ضد سته. يعني انت شني ملك وتفتر على المناطق، صح لو لا؟ نعم. خالد محسين ابقوا يعني، يعني انتقل ويا ضيفي استاذ علي. يعني للاسف اليوم هاي حال والده الشهيد، والمراه البصراويه اليوم تتعرض ل مداهمات لبيتها. اليوم مثل ما ذكرت انهم لا عشاء ولا ريوق، القوات الامنيه كانت محاصره بيتهم، اليوم عمليه تخويف ايضا للاطفال، اليوم عمليه رعب صارت بهم وحاله نفسيه كبيره، اليوم هذا حال المراه البصريه. استاذ علي تعليقك على الموضوع. طبعا يؤسفني حقيقه ويؤلمني انه والده مواطن عراقي شريف يعني تناشد عبر الاعلام، بينما كان يفترض انه يكرم ابنها ويحترم حقوقه وتحترم يعني انه يعني كلامه هو وفق القانون. ربما بعض الكلمات تخلص سهوا من المواطن، ولكن لا يفترض ان يتم يعني معالجه الموضوع بهكذا مجريات، هذا هو يعتبر انتهاك لحقوق الانسان، هذا جانب. جانب اخر، نحن حقيقه في محطه البصره نستغرب يعني يعني الاعتقال وتكميم الافواه بحق النشطاء، بينما تجار المخدرات يسرحون ويمرحون، علما ان اخوتنا في الاجهزه الامنيه يكافحون اولا باول لهذه المواضيع، ولكن ان السلطه المحليه والسلطه الاتحاديه لا يعني لا توجد لا تجري معالجات حقيقيه، هذا اولا. ثانيا كان يفترض ب يعني الحكومه ان تحارب المجاميع المسلحه الخارجه عن القانون، وكذلك الفاسدين وكل من يعني ظلم الشعب العراقي، لكن للاسف يبدو ان المعالجات تجري يعني بالعكس. لذلك يفترض انه ان تكون هناك معالجات حقيقيه من خلال يعني احترام الاصوات الحره. بالتالي عائلة حسين الشحماني نتضامن معها قلبا وقالبا، وعلى السلطة المحلية والسلطة الاتحادية أن تحترم الأصوات الحرة، كل من يكون في موقع المسؤولية على مستوى نائب أو وزير أو أي شخص أو مدير عام عليه أن يحترم الأصوات المعارضة التي هي تشخص الحالات من أجل البلد والمحافظة. ولذلك حقيقة
هي القوة التي اعتقلت المواطن حسين الشحماني حسب معلوماتنا من جهاز الأمن الوطني، ونحن حقيقة نكل لهم كل الاحترام. ملاحظة جدا مهمة ستهبة، جهاز الأمن الوطني هو قارع الإرهاب وقارع الجريمة المنظمة والابتزاز والمخدرات. هذا الجهاز الحساس للأسف الشديد بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس الحكومة المحلية يحاول قحم هذا الجهاز الحساس الذي له كل ثقة من قبل أبناء الشعب البصري والعراق من خلال يعني ضغط على النشطاء. أنا من هنا أناشد رئيس الوزراء أن يدقق بهذا الموضوع. السلطة المحلية تستغل نفوذها من باب أنه رئيس لجنة أمنية ونفوذها بعض الشيوخ للأسف الشديد. المواطن عندما ينتقد بعض المدراء هؤلاء مدعومين من بعض الشيوخ، بالتالي هذا اللوبي الذي يتحكم في البصرة هو مسيطر على واقع حقيقي في محافظة البصرة. لذلك ثقتنا بجهاز الأمن الوطني، ثقتنا بالقضاء العراقي أن ينصف كل الأصوات الحرة من ضمنهم الأساتذة الجامعيين والمواطن حسين الشحماني والإعلاميين. يعني لحد هذه اللحظة وأنا أسولف وياش عندنا مجموعة من يعني سلسلة اعتقالات بحق عدة شخصيات في البصرة، بالتالي ما ممكن السكوت عن هذا الملف، ولذلك يعني يجب أن يكون هناك حل للمواضيع. لذلك يعني عائلة حسين الشحماني الآن هي منتهكة حقوقها وتم يعني مس كرامتها، بالتالي كرامتها تمثل جميع كرامة البصريين. عشيرة الشحمان جزاهم الله خير ومشكورين تدخلوا أيضا في الموضوع وحاولوا حلحلة الموضوع، وهم الآن هم الذين تصدوا لهذا الملف، بالتالي ننتظر يعني قضية حلحلة الموضوع في بداية الدوام. ولكن الموضوع بشكل عام في البصرة هناك أمور يعني تجري ويعني إسكات الأصوات وهناك إخفاء للحقائق، بالتالي قناتكم مشكورة وبعض الصحفيين وحاولوا نقل الوقائع للمجتمع العراقي وللرأي العام. نعم أكيد، يعني هذا واجبنا، أقل شيء يوم ممكن نقدمه للكلمة الحرة، بالتالي أكيد حق الرد مكفول لأي شخص ذكر اسمه من خلال اليوم برنامج المعتمد سواء من أستاذ علي أو من خالة أم حسين. إحنا نتأمل يعني أنه حسين اليوم يعامل بأحسن معاملة، والمفروض أنه هو اليوم يكرم على دور البطولي والشجاع بالدفاع عن البصرة الحبيبة. يعني اليوم أقل شيء احتراما لدماء أخوته الشهداء، اليوم المفروض ما يتعرض لعملية اعتقال. حتى أنا متطوعة هم وياه، أنا طوعت ب 2014 هم وياهم، أنا هم وياهم بالحشد. نعم. أما أنا مجانا رحت أساعد الحشد ومد الحشد، وقلت أنا مرة ما أقعد، شلون أقعد والوطن مالي انغزي؟ ما اقبلها غيرتي ما تقبلها ولا وطنيتي واولادي قدمتهم، وهذا جزاي انا ام الشهداء، هذا جزاي. حتى انا مريضه هسه تعبانه، يعني ما حد لي من راح اولادي وخدمت الوطن العراق، غير العراق ينتبه لي؟ ناكو لا احترام لحق الشهداء، لا احترام للناس الكبار، لا للشباب الضال جيبه فارغ، لا الضال بدون زواج، لا ما عنده قطعة أرض، بيت ما عنده، قاعد بالحواسم طيح بفنشو، يعني طيع أطوح له قطعة أرض وخليه قاعد على ما تأخذه من مكانه تحطه مكان آمن محترم، بدل ما هاي طيح به وطرده بالشارع وتاج. شلون هذا صنع عربي يا جماعة؟ يعني إحنا ما نقبل هذا الموضوع يصير بالعراق. تكثر به الإرهاب، يقول لا تزرع قنبلة بالشارع، ازرع وردة. هاي قنبلة موقوتة، يعني أنا ابني لا ما أنطي وما أدير بالي علي أو بتي شو يصير علي؟ يعني يصير ضدني. هذا إنسان يريد حق، يريد ياكل، يريد يشرب، يريد يرتاح، يريد تبريد، يريد راتب، يريد يتزوج يشوف حياته ويدرس، يراد له مبالغ. يعني ماكو هال 600,000 لو 500 للوادم وقال له روح، ما يصير. هيا باكر حق الشهداء والفقراء والهي كلها تعاتبكم هناك، قال لك انت سويت بامي؟ ليش؟ انا ضحيت نفسي، ليش هيجي؟ ليش ضمت اهلي؟ يعني هناك ما بالجنه ملكوت وانت هناك شو تسوي؟ تروح الجهنم قاعد تصلي والصوم تقتدي بالامام علي؟ يعني هيجي نعتني انجليز فنش
يعني هاي عبادتك، لا دين ولا طين. انت انتم صفاتوا يعني صرخيين شني؟ يوم اللي يروحون يكبرون متشواكيكم ويهدمون اهل البيت يقول ماكو قبر ما ادري شلون. انتم لا فرق من هاي الشغله. ظلمتوا العراق، ظلمتوا شباب العراق، كلها راحت قتل والامنيات راحت قتل والعشائر سكت وانكتلت، وهذا السلاح خليه بيد الدوله. احنا مو يد بيد، لا سلاح باليد. يعني انتم السلاح خليه عند الامنيات. ليش تخلونه عند المواطن وبس واحد يباوع له قال له خسر نور على البيت وحرق حرق؟ كان احنا ما اكو ما قلنا شيء. خربنا؟ ما يصير. خلي الحكومه منضبطه، هي منضبطه وعلى راسي، بس اكو شيء ولا يطرخ ولا الارهاب. نعم. المسلحين الخارجين عن القانون اكو بها نساء علاسه ناس وي قبل نظام قبل دمرت الواد ام الشباب. اكو مقنعين ونايمين خلايا ارهابيه. يعني يحكي يا ماك على جداعش شلون لاجت هجم العراق شلون؟ هي قلت لك وانت من نوي مسلح قباله سلاحه يمه وقلبه صافي على ذيك الصفحه جاب عش تحط له هو مجهز. جاهز لو لا؟ احنا باكر هذا الله يحاسبنا على هذا الشيء. كلهم هاي الناس اللي ما مشت عدل معناها ما هم طنين. كل من يؤذي العراق والمواطنين حرمه طيح بها تفرهد بها بالشارع، ما يصير. هاي الحرمه خطيت احنا غير شلون نقول هاي اعتبرها امك واختك. تبليش بيوتهم لا راتب يجدد الم من قواطي، عمي ما يصير هالشكل. الشاب يطب للدواري لما يشتري له لفه يشرب له سكنه شاي ما عنده. شلون ما ينقذون الارهابيات؟ بس يقول له هاي ورقه يروح بيها. حرق له بيت بيتين بيها. على راحته يروح يقول لك هاي هي ذمتهم. فما يصير هذا الموضوع. زين خال ام حسين، بعد عمليه الاعتقال اليوم كوالي زيت حسين شنو الحاله النفسيه اللي مريتوا بيها اليوم؟ اكو خوف داخلكم؟ بلعب بس خوف وحق ضلع الزهره لحد الان انا ابي سكر قلبي يوجعني. الله يعين. او حتى اشرب دواء ما مستقره، ما مستقر السكر مالي مرتفع وظال. وهذا ابني هم صار عنده تصلب ما ادري شنو بقلبه بسرعه ينغمى عليه وظل يرجف. هو حسين من حاله صارت بي. يعني ليش هيك بنياته يخافن؟ هاي مرتي، هاي بنتي خطيه والله تتزوح صار بها انهيار عصبي. نعم. ما يصير يا ما هو ارهاب. فارهاب هذا الله يعينك. شو تسوي على متهجي؟ نعم، خالو محسن ابقوا وياي، استاذ علي انت ذكرت منو صاحب الدعوه اللي قامها على حسين؟ والله ما اعرفه. متابع ملف الدعاوى العام من الدعاوى بشكل عام طرف المدراء التابعين للسلطه المحليه، اما بالنسبه للمواطن حسين الشحماني واعتقد بعد شخص استاذ جامعي الدعوه مقامه من قبل رئيس السلطه المحليه السيد المحافظ او المحافظ او اسعد العيداني. هو حقيقه يومين من زين استاذ علي ابقى ويانا يعني. خاله ام حسين انت توجهتي للمحافظ؟ لا والله عود رحت له؟ اي لا ما رحت له. هو يسمعنا على الفضائيات ولا يقول انا مثل باوع لامه ها؟ شلون تحن علي؟ انا يضرب قلبي، قلبي مرشو. فهو المحافظ هم زين شويه استجابوا يعني. يعني وجهتوا له خطاب؟ وجهتوا له رساله؟ اي راحوا له، الجماعه راحت له وبعد ما زين. وش وقت تمت الاستجابه؟ منو اللي توجه الى راحله؟ ما ادري والله شيخ العشيره العشائر راحت لا انا ما يقبلون اروح لي ما بعد ما رحت له على مود ايش ما اروح لي انا والله حتى عيني راحت حركه السكر عيني ما اشوف بيها من انقلبت الله يسعد الشيخ خاله ويعينك هو ما يفكر مو حرام انا راحت عيني بسببك تسوي لي عمل والله بدي اضحك يا ربي شو اقول شو اقول هذا العراق اللي احبه انا يعني روحه من الدنيا لا يموت واحد عراق بأطراف الدنيا ابكي يعني ما يصير هيجي انا ما اتحول ارهابيه لو الدنيا تنقلب على راسي ولا اكفر برب العالمين
بارك الله فيك، اكيد غيرتش اي الوطنيه انا وحبش احب لبلدك. الله والمرجعيه والدنيا كلها، احب انها الناس الطيبه تخدم العراق واللي هم وطنيين وناس طيبين، وهاي هي الدنيا، هاي اللي يمشي عدل ينجح به، واللي ما يمشي عدل بعد هو روحه. يقول سئتم، الله يقول هو القرآن، سئتم لأنفسكم، أحسنتم لأنفسكم. نعم إيه إحنا هاي الدنيا هسه ماشيين، الموت ملاقيكم أينما كنتم، حتى لو كنتم في قصور مشيدة. فالإنسان ينتبه إلى نفسه ولا مرجعيته وإلى وطنه. شفت الغربة أنا رحت بيها وشفت كل يوم يسألوك ما تروح، يعني العراق ليش قطيت ولدي وليش أقطع نفسي على العراق؟ لأن العراق بعد ما أقدر أعبر عن العراق، العراق بأهل البيت كلهم استشهدوا، والأنبياء بي، المراقد المقدسة، والله هاي مهدولة أكو مقدسات هنا حتى الباب طايح، ليش ما يلتفتون لها؟ لا للبشر ولا للمقدسات ولا لاي شيء، يعني هذا شنو السالفه؟ جات ما تخافوا لا يجيكم ابو صالح، شلون؟ هو ما يرعبكم بس ما يمشي عدل، هو من كيف يروح؟ فالله سبحانه وتعالى وصى بهذا الشيء، شلون تقرون قران وصوموا شهر رمضان؟ شلون انتم تقولون احنا شيعه مسلمين ومؤمنين؟ يعني هذا شلون؟ شلون تحبون الامام علي وانتم تسيئون لاهل البيت كل يوم تقهرونهم وكل يوم تبغضون امام الحجه؟ عجل الله فرجه. فانتم بعد مثل ما تكلمت بهذا الكلام، نعم هذا الله سبحانه وتعالى، مثل ما انتم تصيروا زينين لنفسكم، صرتوا زينين لنفسكم، بس احنا اللي نشوفه نبرر ذمتنا. فهي ذمه. هذا الشاب من شاف هاي المساله وقام يراجع عليها، يعني هذا الشاب نحبكم يحطونه بقلوبهم. انا اعطيته وقطعة أرض ما أعطوني، كتبوا لي رقم وقالوا لي روحي. ليش هيك ليش؟ وهذا ابني الثاني بدون راتب. كفت الإرهاب حطت بمفجرات وكتلته وهو بدمه. تو جاي عندنا مراجعة للدكتور خذوه واستشهد. نعم، خالة محسن يعني القيانة. حتى أنتِ وعائلتك كلها مبيوعة. شوف شلون بالتليفون يقول لي وديته الجهنم. يخابر لي بالتليفون مال ابني من كنت اخذه مني، يتصلون بي يقول لي ودينا جهنم. واحنا مع الاسف ما لقيناكم، اخذناكم وكتلناكم. يعني ليش هيك هي؟ واحنا بيتنا مبيوعين؟ خاله محسن من اللي اتصل عليك؟ هاي ما من اللي اتصل عليك؟ من اللي خابرك؟ هو الارهابي الكتله لابني، الكتله حطوه شو اسمه فجروه. الله يعين قلبك، يعني خاله محسن بقيانة. شنو يعني حموت؟ أنا حموت. الله ينطيك إن شاء الله الصحة والعافية والعمر الطويل، يا رب يقويك على هاي المصايب اللي أنت بيها. والله كل شيء ما أريد، كل شيء ما أريد، أريد العراق بأمان، والناس كون الله يفرحون، كون بخير يجيهم، والفقرة، وأريد ابني يطلع من هاي الشدة. وما بي بعد أنقهر إلى صدمة بعد ما أقدر. يقول من قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كأنما أحيا الناس جميعا. صح لولا؟ نعم. هذا علينا، هذا حق النشطاء. هاي نعم، خاله محسين بقيانه، ان شاء الله نرجع لك، ارجع ويا ضيفي استاذ علي. يعني صراحه تعجز الكلمات وتعجز الاقلام عن وصف هاي المراه الشجاعه المؤمنه المثقفه الواعيه. هاي هي المرأة البصراوية اليوم، غيرتها على محافظتها وعلى بلدها، هاي هي أم الشهيد اليوم وأيضا أم الناشط اليوم المعتقل. يعني صراحة ما نعرف ايش نحكي عنها أو نوصفها، يعني كلامها هو كان خير دليل على وعيها وثقافتها، ورغم اليوم الحزن والألم اللي بداخلها، لكن ما شاء الله على كمية الوعي والثقافة اللي تملكها وأيضا الإيمان. أستاذ علي، اليوم تعليقك على الموضوع. انا عندي حقيقه اكثر من رساله، الرساله الاولى يعني نوجهها الى السلطه. يجب ان يكون هناك احترام لامهات الشهداء. ملاحظه الحجيه ام حسين تكلمت على قضيه يعني الحج الشعبي وشهداء الحج الشعبي. يعني انا عندي اكثر من مناشده توجهت الي من عوائل الحج الشعبي انه
حتى قطع اراضي ما محصلين عليها. نعم. في حين الحكومه المحليه تدعي انه توزع قطع الاراضي. هذا تساؤل ينطرح الى رئيس الحكومه المحليه، مناشدات تصل لنا من عوائل الحاج الشعبي لم يحصلوا على قطع اراضي، بينما انتم تقولون يعني توزعون الاف القطع الاراضي، بالتالي يفترض بكم ان تلتجئوا الى الخدمات وان تلتجئوا الى يعني الجريمه المنظمه وقضيه تعاطي المخدرات وتجار المخدرات، اضافه الى قضيه يعني البصره فيها كثير من المشاكل. هذه الملفات يجب ان تلتفتوا اليها وان تخدموا اهلكم واناسكم، ولكل حق الانسان المبدا والراي مقفول للجميع. يجب ان يكون هناك اهتمام بهذه الملفات، لكن الواقع يقول انه الانشغال باعتقال النشطاء ومحاربتهم وشيطنتهم. يعني اذكر لك يعني ملاحظات عندنا ست هبه في الجروبات، بعض الجروبات هناك شيطنه للمنتقدين والنشطاء عندما ينقدوا وعندما يعترضوا على بعض الملاحظات. يعني اين الديمقراطيه واين الحريه من الموضوع؟ البصره تعاني كثير من المشاكل، البصره مقبله على مياه مالحه، البصره يعني فيها مشاكل في قضيه الاوبئه والبيئه الملوثه، كثير من مشاكل استحقاق البتدولار، مشاكل في قضيه الابنيه والصحه، هذه كلها مشاكل كثيره ومتجذره ومتراكمه. يفترض على الحكومه ان تلتجئ لهذه الامور وان تستمع لاصوات النشطاء والكلمات الايجابيه من خلال نقدهم. لا يجب ان يكون هناك قمع لاصوات الحر، هذا حقيقه يعقد المشهد ويخلق ازمات كثيره، بالتالي الحكومه المحليه تتحمل مسؤوليه كل ما يجري على النشطاء. رسالتي ايضا الى الحكومه المحليه، كل ما يجري للنشطاء يتحملها المحافظ حقيقه وكذلك رئيس الوزراء. هناك تهديدات تصل ببعض النشطاء على مستوى تصفيتهم ربما او اعتقالهم، بالتالي هذا يعقد المشهد ويخلق مشاكل كثيره ربما في الايام القادمه. نعم. يجب ان يكون هناك حلول حقيقيه. يعني استاذ علي اليوم اكو حاله من الخوف او التوتر لدى الناشطين المدنيين في محافظه البصره تحديدا بعد عمليه اعتقال حسين؟ يصير هذا الرعب. يعني انا وانا حتى في تكلم لي في شمال البصره قام هناك يعني تهديدات توجه لهم، كذلك لدينا استاذ جامعي هو مطارد ومهدد. القريب في الامر يعني انه لا يوجد استجابه من رئيس الوزراء وكذلك رئيس مجلس النواب ومن المتصدين الاصلاح، كذلك رساله من خلال قناتكم انه رسالتي الى الحنانه السيد مختار الصدر. المحافظ يدعي انه لديه علاقات بالحنانه، بالتالي السيد هنا يجب ان يعني ان يستقبل وفود النشطاء المستقلين، ونحن حقيقه في مجال حقوق الانسان وكمركز العراق يعني نطالب السيد ان يكون هناك تدخل بالموضوع. البصره يعني لا يوجد فيها توازن على مستوى السلطه والمعارضه الايجابيه، بالتالي هذه المشاكل كلها يجب ان تحلحل وفق القانون. المواطن عندما يتكلم هو يتكلم من باب حبه للعراق وللبصره والمحافظه، لا توجد هناك استهدافات شخصيه، بالتالي ربما المقابل يحاول شيطنه المقابل، هذا في تداعيات خطيره وفي يعني تهديدات لسلامه النشطاء. يجب ان يكون هناك وعي ومسؤوليه عندما ينطق بالكلمه من المقابل. حياه النشطاء انا باعتقادي في خطر. هناك تقرير اليوم من قبل لجنه تقصي الحقائق ولجنه مكافحه التعنيف في الامم المتحده اعطت تقييم لست دول من ضمنها العراق. يعني هناك تقارير سلبيه في احتجاز المعتقلين او السجناء. هذه الفقرات هي تسيء لسمعه العراق من ضمنها بملف المعتقلين النشطاء. بالتالي الحكومة معنية بمعالجة هذا الموضوع من خلال يعني احترام الرأي وكذلك الاحترام والمراقبة لملف السجون. السجون لدينا كثير فيها مشاكل حسب تقرير بعثة الأمم المتحدة. كل هذه المشاكل يجب أن يكون التفات حقيقي من قبل الحكومة. بالتالي النشطاء هم حبهم للوطن وحبهم للبصرة يتكلمون من واقع مرير. بالتالي قضية الشيطنة ثم التمهيد للاعتقال ثم التمهيد للاغتيال
هذا ملف خطير جدا يجب ان يحل عبر القانون وعبر القضاء. نعم استاذ علي، يبقى يعني ارجع يا ام حسين، خاله ام حسين مش حابه ايضا تقولي من خلال برنامج المعتمد وايضا المن تناشدين. ناشد بعد مثل ما ناشدت الحكومه العراقيه، انا ابني ما مسوي شيء. نعم. ابني مسوي زين للناس للمواطنين. يعني ما لهم حق هيك يسوون عليه. يحتقلونه ويكسرون البيت، يكسرون الكاميرات، ويكسرون والجهال الصرخ ويطفون الكهرباء، ترى هذا رعب وارهاب. يعني ما يجوز هاي. ما يصير هيك، طفل ويشوف ربده بالباب وواحد عنده سلاح، يعني شو تقولين بيه؟ زين. هو يرعب الانسان، يرعب هالشكل، ما يصير. هسه انت تطلبه، طلبه الدوله مثلا، طلبه مثلا شنو عنده تطلبه هيك وانت باب السجن، يعني شنو نسوي؟ شنو مسوي؟ الك عتبه وياه، اقعد بمنتزه، اقعد منها، تعال نصيحه، هاي الانسان الى ثلاث مرات نصيحه، يعني هالشكل شنو؟ ما تحس الا جتك. زين خال برايك اليوم حسين عنده ذنب؟ يعني دراجه تصك المواطن تكتلب بابه وراحت ما تعرف اياهم اياهم. يعني ما يصير هالشكل. هاي الناشطين خطير، يعني فوق ما ينبهك حرام هذا الشيء، لو ما يعرفون الحرام. برايك خاله اليوم حسين عنده ذنب؟ والله ما عنده ذنب. ما اشوف الا ذنب لي هاي. يعني اليوم يدافع عن محافظته وعن بلده، يعني برايك هو هذا الذنب ممكن يرتكبه ضد نفسه يعني تحديدا؟ لا لا لا. وانت شوفي هسه هاي الامنيات، يعني الامنيات اللي استشهدت ولا حد يعتبر بها حتى بتعويض، حتى بخط عطر. نعم. كل يوم باكر هاي بالله هاي مخليها. شوفي 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 انت، واللي انقتل هاي اللي انقتلتهم الارهاب بالشوارع يعني وفجرتهم ما ادري وين ما وين، هم لهم حق؟ كل شيء ماكو. الناس انظلمت. حكومة خلتنا تيانا المشيتين تمشي للعراق، تصير ويا العراق زين ما يردوك، يعني تصير ما تصير برنا ما نصير ويا الارهاب، لو الدنيا تنقلب على روسنا. يعني ما يصير، هاي عقيدتنا، ما تقدر تغيرنا. ما يصير. شو تحكي وش تقول؟ يعطيك باج اصفر وقال لك روح. اطلع من المعرض مال الطوبه، روح صفرك. ترى ما يصير هالشكل. ملينا واحنا نحكي، ملينا والله، كتلنا القهر. صدقين الواد ما سيال ما اكل وشرب، احنا ما ناكل نشرب ماي وعلى طاير ونشرب دواء. تعبنا من القهر، يا درب وتركبه. وين يعني؟ أين مصيرك؟ يعني بس هذا على خواته راح، ظل بس هو والدنيا تفتر عليه. شوية رحموا بحال الأمهات، أمهات الشهداء، رحموا بحالهن، أمهات الشهداء الأمنيات، أمهات الشهداء الحشد الشعبي بهم حتى راتب. هسه أنت جاي من الحشد، منك من الدوام تلقيت الإرهابية وذبحتي أو رمتي قتلته بعد بكل الصفات. يعني ما ينطونا راتب، شنو؟ وين كان؟ وين كان يقاتل؟ وكان مضروب؟ وضرب الارهاب بالطريق؟ وين مكان احتقل من البيت؟ هاي ماكو. نعم. تجي الارهاب باي مكان تتابعه، تقتله، لا هذا مو شهيد. وشلون مو شهيد يا عمي؟ نعم. هذا كان خالد محسين، رسالتك اليوم للجهه المعتقله لحسين. واي انا احكي على المحتقلين، خطيئه اكو بهم لحد الان من سنين عديده، ما لا محاكمينهم، ما يعرفون شنو قضيتهم وحاطينهم بالسجن. خطيئه هسه هاي مرته لا راتب، وهو ما هاي عيت اربعه خمسه جهال، هم الله ما يقبلها. امه يعني كل شيء تريد العائله. نعم. كل شيء كل شيء. هذا الشيء ما يصير. شوفوا يا مسوي جريمه، اكو يعني اكو بكل الطرق. شوف هذا لا ما مسوي جريمه، هاي عاسينه وما ادري شنو، وهذا ما ادري وهذا تاهمينه، يعني ما يصير. خاله محسن، رسالتك اليوم للمواطنين بمحافظه البصره وايضا مسؤولين محافظه البصره، رسالتك الاخيره. اي تفضل. رسالتي الاخيره والله خلي ينتبهون للشباب، هاي للشباب التفون يعني ديرون بالهم عليهم،
وهم لا تلزمهم الكوبرا، يعني تعرفين شنو الكوبرا؟ هاي الناس تتنصت الارهاب يتنصت على الشعب الفارغ. نعم الكذبه. خالد حسين قيان ارجع ويا ضيفي استاذ علي. استاذ علي يخلي داخل المدينه ارهاب. نعم يقتل شيء تقتل في شيء. نعم خالد حسين قيان ارجع ويا ضيفي استاذ علي. استاذ علي يعني اجراءاتكم انتم كرؤساء يعني منظمات بحقوق الانسان. حقيقة يعني إجراءاتنا يعني هناك تقييد من قبل السلطة المحلية على عملنا حقيقة. أما أن تعني الولاء أو يعني تسكت عن يعني تشخيص المشاكل وفق الطرق القانونية أو ربما يعني أنه لا نستطيع العمل. يعني أضرب لك مثال، ست هبة عندنا مشاكل حقيقة على مستوى بعض المدراء، يعني مثلا صحة البصرة، بلدية البصرة، يعني هذه مشاكل مرتبطه ب يعني خدمه نعم. المواطن على يا مستوى استاذ علي انتم مرتبطين بمنظمات اليوم هي دوليه، شلون يتم مضايقه عملكم؟ يعني امم متحده شلون؟ ابسط شيء يعني المعلومه نريد نحصلها ما نقدر الا انه تعني الولاء للمسؤول، وهي حقيقه مشكله في قضيه العمل المهني. هذا نعم. جانب، الجانب الاخر يعني عده ملفات تكلمنا عليها، ملف السجون مو احنا نتكلم بها، تقرير اليوم للامم المتحده اعطت اشعارات عن العراق. الموضوع الثاني موضوع الصحه، قبل كم يوم ايضا تكلمنا على موضوع المستشفى التركي. لدينا امراض سرطانيه في شمال البصره ولا توجد استجابه من قبل الحكومه الاتحاديه والمحليه. قضيه مشاكل ايضا تكميم الافواه في البصره على ملف الدعاوى الكيديه، هذه ملفات مهمه. الحكومة المحلية والحكومة الاتحاد مطالبة أن تسمع منا. احنا حقيقة عملنا تقويمي وليس لدينا عداء شخصي مع أي مسؤول، بالتالي على الحكومة المحلية أن تشرف على موضوع إقالة المدراء. ربما هناك أيضا ملف الشهداء، ملف شهداء التظاهرات، لكن للأسف هناك تمييع وشيطنة لكل من يتكلم. بالتالي احنا مسؤوليتنا مسؤولية تضامنية مع كل أصوات حرة. عائلة الشيخ حسين الشحماني مضامينيها اول باول. نعم. واحنا حقيقه نعتبر بهم اخوه وابناء، لكن القانون يجب ان ينصف هذه العوائل التي تتكلم بالحق. هذا جانب. الجانب الاخر ستبقى موضوع جدا مهم الا هو موضوع يعني قضيه الحكومه. يجب ان يكون هناك تشكيل حقيقي لها من خلال يعني وضع المدراء النزيهين الذين هم لديهم يعني ملفات واضحه ونزيهه حتى بالتالي يخدمون. كثير من المشاكل طرحناها هناك تساؤلات تنطرح من الناشط او المواطن او المؤسسات، وهذا كفل الدستور. يعني المواطن الدكتور عندنا طرح تساؤل لرئيس الوزراء والى البنك انه يجي هناك تضخم مالي لرؤساء الاحزاب وكذلك رئيس السلطه المحليه، تساؤل قانوني مشروع. استغربنا ان هناك هجمه من قبل اقامه الدعوة. هذه كلها مواضيع مهمه، هي مصلحتها هي خدمه البصره وخدمه العراق. نعم. ايضا مكتب التشغيل ستبه، مكتب التشغيل فيه مشاكل كثيره لا توجد رقابه حقيقيه عليه، بعض الاحزاب مسيطره عليه، شبابنا ما بين ضياع، ما بين خريجين لا توجد لهم استماع، وما بين متعاطين بالمئات في السجون. هذا الاحتضان لابد ان يكون عبر الحلول. الحلول هي تكمن كالتالي، من خلال تشغيل في مكتب التشغيل والشركات الاجنبيه واحتضان على مستوى يعني دخول الشركات الاجنبيه، هذا ملف. الملف الاخر يجب ان تكون هناك فعاليات على مستوى الابنيه الرياضيه وكذلك على مستوى الانشطه. اذا لم تكن هناك اهتمام من قبل الدوله بالتاكيد ستكون مشاكل حقيقيه. نعم. علما ان هناك يعني اطماع من قبل احزاب على البصره. نعم استاذ علي، يعني احنا المفروض كان اليوم ضيفنا ايضا دكتور احمد، لكن الشباب بمكتب البصره دي يتصلون عليه تليفونه مغلق، ما نعرف شنو السبب. هو الان ملاحق دكتور احمد حسب يعني المعلومات اللي وصلت المؤكده. نعم. هو الان وقار بالدار ملاحق، وحتى تليفونات المراقبه الاستاذ الجامعي ملاحق. من اللي ملاحق يعني اللي لاحقه ملاحق من اي جهه؟ استاذ جامعي يخرج اجيال ملاحق، بينما الفاسدين والميليشيات والاهل المخدرات التجار يسرحون ويمرحون، بينما الاساتذه ملاحقين بسبب يعني كلمه. نعم. خلوا بيه. العراق ما ظل بشيء. استاذ
استاذ علي العبادي مدير مركز العراق لحقوق الانسان، شكرا جزيلا لك وشكرا انضمامك يوميا، يعني اكيد نورتنا، تحياتنا لك. وايضا احب اشكر خاله ام حسين والده الناشط المدني حسين الشحماني، شكرا لك خاله ام حسين، شكرا لشجاعتك وانضمامك اليوم ويانا في برنامج المعتمد. احب انوه للساده المشاهدين وايضا المتابعين لبرنامج المعتمد انه حق الرد مكفول بعد عرض حلقه اليوم، احنا منبرنا حق ونستقبل كل الجهات اليوم، بالتالي اي شخص عنده اعتراض على كلام او اي شخص ذكر اسمه بالبرنامج اكيد منبرنا حر ومنبرنا مفتوح، وقناه وطن هي منبر الحق وصوت الحق وصوت كل مواطن عراقي شريف. الى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني غدا ان شاء الله وحلقه جديده من برنامجكم برنامج المعتمد، تحياتكم وتحيات كذا عام الجميع، إلى اللقاء.